السيد الجزار. احنا كنا الاول قبل ثورة 25 يناير، كنا قاعدين في امان، في امان تام، مش في اي حاجة، مش في ضرب، كنا قاعدين عادي من شغلنا. وكان قرايبنا هنا اللي كمان كان بيقولنا هناك عشان يصيفوا بعود عندنا، ما فيش اي حاجة. ساعة تمام ثورة 25 يناير كان في بيت جنبنا، بيت مخبر كان بنضرب عليه على طول. جالنا تهديدات في البيت، ومن الظروف دي كوننا لجان شعبية. فجأة عملنا اللجان الشعبية وبقينا نقف في الشارع ليل نهار عادي، الناس تقف في الليل والناس تقف في النهار. وجالنا تهديد تاني، قال لو مش خليت البيت احنا هنضرب بالنار، وبدأ يضربوا بالنار على البيت. تهديدات دي من مين؟ من الناس، مش احنا مش نعرف، ارقام غريبة في التليفون حتى لفوق. جاتلنا تهديدات كتير، وإجا جايين هنا زيارة عادية لأهلنا هنا. إجا جالنا خبر، وبابا ماشي تاني يوم جالنا خبر إن البيت اتحرق بالعفش اللي فيه، بالحاجة اللي فيه. إجا البيت ده كان يعني كان محطوط فيه